وسوف أنقل هذه الوقائع إلى المسؤولين العراقيين. لا شك. يعني بالفعل أنتوا والله شرفتونا، ما بتصدق معزتكم عنا هالدرجة. شكرا. لا لا. أهلا وسهلا فيك. كان شيء ظاهر. أهلا وسهلا فيك. شكرا. حبيب قلبي شرفت. شكرا. وكيف هلا الوضع بالعراق يعني منيح؟ يا سيدي الوضع في العراق، هناك احتلال أمريكي ظالم خانق الشعب العراقي بطريقة ظاهرة. ولا تنسى أنه احتلال، اسمه احتلال. يعني شو الله يصبركم، شو بدنا لكم؟ شو نساوي؟ ما في مشكلة. يلا هلا التاكسي جاي دقيقتين بكون هون، رح أنطر معك أنا. أوكي شرفت حبيبي. أقول لك شاكوها. هيدا بوش. بوش؟ هذه قبلة الوداع يا كلب. هذه قبلة الوداع يا حقير. يا كلب. يا حقير.